هاتين الآن going live. تمام. طيب we are live. طيب مساءكم خير الأخوة والأخوات في السودانيين، أسأل الله أوقاتكم كل خير. أنا وفي خميس عبد الله مشرف المعطية الفنية كالعادة. أنا نقاشية جديدة بعنوان فهم اللوائح الأكاديمية في الجامعات السودانية. تقديم دكتور الرازي محمد أحمد إسماعيل. ودي سيرة مختصرة عن دكتور الرازي. هو أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الدروان الإسلامية، دكتوراه في الاقتصاد الدروان الإسلامية، سير عن لقاء قياسي من الزائر في عدد من الجامعات، شارك في عدد من المطورات خصيصا في مجال الجامعات. دكتور رازي، دكتور رازي تفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور وافي، شكرا جزيلا، مرحب بكل الإخوة الضيوف العلماء الأجلاء الباحثين السودانيين. أنا حقيقة سعيد جدا بأول استضافة في مبادرة الباحثين السودانيين، وأتمنى إنه أجاوب عن كثير من الأسئلة اللي الناس طرحوها في عن موضوع اللوائح الأكاديمية والطلاب والنتائج والشهادات والتفاصيل دي. حقيقة أنا ما دعاني للمشاركة في فهم اللوائح الأكاديمية كان أظن قبل شهر أو 15 يوم كتبت بوست عن إعادة التصحيح وإنها هي حق من حقوق الطالب، ووجدت إنه في ناس كثيرين جدا جدا بيقولوا إنه إعادة التصحيح دي يعني حكاية ما حقيقية وبيعملوها، والجامعة دائما بتنتصر للأستاذ وكده. وده السبب اللي خلانا إن إحنا نشرح إنه ليه اللائحة الأكاديمية بتنصف الطالب وتنصف الأستاذ وتنصف الموظف من المسجل ومساعدين المسجل وناس كل الناس المشاركين في العملية الأكاديمية. أنا حابدأ بفكرة اللائحة ذاتها هي شنو. إذا الناس دخلت يا دكتور وافي ممكن أبدأ في التفاصيل طوالي. طيب بالنسبة للائحة، طبعا الفكرة إنه في ثلاثة مستويات من القوانين أو اللوائح أو كده، في دستور وفي قانون وفي لائحة. اللوائح دي دائما بيكون درجاتها أقل من مستوى القانون، والقانون أقل من الدستور. أنا عايز أبدأ بالقبول، يعني كيف بيقبل الطالب في الجامعة على الأقل في مستوى الجامعات الحكومية. طبعا في الجامعات الحكومية الطلاب بيخضعوا لمنافسة عامة في مكتب القبول. مكتب القبول ملزم بقبول أعلى نسبة من الطلاب اللي تقدموا مثلا لمثلا كلية الاقتصاد في جامعة كسلة، أو كلية الطب في جامعة الجضارف، أو مثلا كلية الهندسة في جامعة نيالة. الكلية بتحدد هي عايزة كم طالب
بيتقدموا مئات أو آلاف من الطلاب كلهم يطلبون أو يخطبون ود هذه الكلية. الكلية ملزمة باللائحة بتاعت القبول إنها تشيل أعلى طلاب تقدموا لهذه الكلية، دي أول حاجة. ثانيا الطالب بيجي من مكتب القبول بيخش إلى الجامعة المعنية، وبوابة الدخول لكل جامعة هي أمانة الشؤون العلمية. أمانة الشؤون العلمية هي الجهة المنوط بها وضع اللوائح التي تحكم كل من يشارك في العملية الأكاديمية بالنسبة للطلاب والأساتذة وإلى آخره. طيب لكل جامعة لوائحها الخاصة بها، أنا بقصد باللوائح الخاصة بها هنا اللوائح دي عموما هي قريبة من بعض، هنالك بعض الاختلافات في بتلقاها مثلا من جامعة لجامعة، اختلافات في مواد اللائحة، يعني مثلا بتلقوا في لائحة تتكون من 10 مواد، في لائحة تتكون من 12 مادة، في لائحة تتكون من 20 مادة، في لائحة تتكون من 26 مادة وإلى آخره، واللوائح دي بتخضع لتحديث وتطوير في كل مرة على حسب مثلا مقتضيات الحالة. يعني مثلا الامتحان زمان لازم يتكتب في الورقة ولازم يتحضر له ولازم كده، بس جات الامتحانات أونلاين مثلا وجات الامتحانات الإلكترونية دي كده، فيجب إنه اللوائح تبقى تستوعب ديا. طيب منو الملزم بإصدار اللائحة وبيصدروها متين ووروها منو؟ بالنسبة لللائحة الأكاديمية مثلا، أنا بقول نماذج لجامعات أنا اشتغلت فيها أو شاركت فيها أو درست فيها أو كذا. طيب الجامعة بتدي اللائحة الأكاديمية للطالب في أول يوم دخل فيه الجامعة، يفترض الطالب يكون عارف إنه هو حيدرس في الجامعة دي، التخصص بتاعه، عدد الساعات المعتمدة، طريقة الامتحان، السنوات الدراسية، الفصول الدراسية، الكريديت أورس، المطلوب من الطالب عمله أكاديميا شنو، الرزنامة بتاعت الدراسة اللي هي الجدول بتاع المحاضرات وجدول الامتحانات بيصدر كيف، والدور الأول والدور الثاني وكل التفاصيل. مثلا في جامعة بحري، مثلا جامعة بحري عندهم كتاب كبير كده اسمه البلو بوك. البلو بوك ده زي كتاب القذافي بتاع الكتاب الأخضر بتاع القذافي ده، أو بيسموه في بعض الناس بيقولوا ذا بايبل، يعني هو كتاب لازم كل زول يكون عارفه من أستاذ أو طالب أو كده، بتكتب فيه كل اللوائح الأكاديمية، وهي لوائح إرشادية في المقام الأول، وبعدين لوائح بيكون كل الناس عارفينها عشان بعدين إذا حصل أي نزاع في أي واحد من المواد الناس ترجع لهذه اللائحة. طيب إذا الجامعة ما ورت الطالب حقه، الطالب ممكن يطالب بحقه في أن يعرف اللائحة. إذا الطالب ما عرف حقه والجامعة نشرت اللائحة والطالب ما طالب به، بعد ذاك الطالب ما يكون عنده حق في المطالبة بأنه تعرض عليه اللائحة. مثلا جامعة بحري في أول يوم أنت بتجي الجامعة بيسلموك كوبي من البلو بوك ده، أنت بتستلم البلو بوك ده فيه اللوائح وفيه النظم وفيه كل حاجة أنت تجي داخل الجامعة كيف، واللوائح دي في اللوائح بتاعت زي مثلا تلبس شنو تلبس كيف وكذا، مع أنه فيها خلافات كثيرة لكن برضو هي موجودة. في لائحة أكاديمية، في لائحة بتاعت محاسبة للأساتذة، ولائحة بتاعت محاسبة للطلاب، وفي لائحة بتاعت سلوك، وكل شيء في الجامعات يعني محكوم ما في حاجة غفلوا عنها أو جهلوها. طيب الشؤون العلمية دي هي الجهة المسؤولة من تنفيذ اللوائح الأكاديمية، يعني أي نزاع بيحصل بين طالب وأستاذ أو طالب وكلية أو طالب وقسم أو أستاذ وأستاذ وأستاذ وكلية وأستاذ وقسم، يعني نحن ذاتنا كأساتذة مرات عندنا مشاكلنا مع الكليات وبنلجأ للوائح واللائحة قالت شنو والتفاصيل دي. طيب بالنسبة نبدأ بمثلا
جدول الامتحان. كيف بيصدر جدول الامتحان؟ طيب جدول الامتحان ده يفترض يعلن قبل وقت كاف في لوحة إعلانات الكلية المعنية. اللائحة بتقول على حسب الجامعة، في لائحة بتقول إنه جدول الامتحانات يجب أن يعلن قبل 15 يوم من بداية أي جلسة. يعني أنت كل ما تيجي تعمل امتحانات قبل 15 يوم من بداية أي جلسة أنت يجب إنه تعلن للطلاب. طيب حق الطالب شنو؟ حق الطالب إنه يطالب بإنه هو لازم يعرف زمن امتحانه متين، والمواد بتاعته هيجلس في أي قاعة وفي أي مكان، ويطلع له رقم جلوس قبل 15 يوم من بداية الامتحانات. طيب زمن الامتحان، زمن الامتحان ده مثلا الجلسات في زمن الامتحان بتعتمد على الكريديت اور بتاع الكريديت اور اللي هي دي الساعات المعتمدة بتاعت الكورس ذاته. يعني ناس احنا طبعا تعودنا في كثير من جامعاتنا انه الامتحانات كلها 3 ساعات، لكن الكريديت اور بتاع المقرر اذا بقى ساعتين يفترض الامتحان يكون ساعتين، اذا بقى 3 ساعات يفترض الامتحان يكون 3 ساعات. لكن الحكايه دي بيحصل فيها يعني مرات مش ما اقول تجاوزات، لكن بيحصل فيها مرونه. يعني مثلا مرات بتلقى جامعه مثلا بكل الامتحانات 3 ساعات بغض النظر ما بعينه لانه الكريديت اور كم بده طالب يقولوا بده 3 ساعات. طيب هل يحق للطالب مثلا المطالبه بزياده زمن الامتحان؟ اللائحه قالت في الكلام ده انه الطالب ما عنده حق مثلا في المطالبه بزياده زمن الامتحان. انا عشان ما اخذ كثير في المساله دي داير امشي اركز على اعاده التصحيح، وانا قبل كده كان عرضت النتيجه بتاعت اعاده التصحيح حصلت في جامعه ام درمان الاسلاميه، والحاجه الكويسه انه الطلاب كانوا ممتحنين، كانوا 13 طالب، ونتيجه اعاده التصحيح كان جزء منهم ناجح وجزء منهم غير ناجح او راسب. طيب اعاده التصحيح هي ماده من مواد لائحة امتحانات الجامعة. مثلا في جامعة ام درمان الإسلامية مادة إعادة التصحيح هي المادة رقم 12. المادة رقم 12 دي مادة معلنة وما سرية، لائحة الامتحانات ما حاجة سرية ولا حاجة داسينها أي طالب بطالبها أو أي أستاذ بطالبها بيشو بيدوها له. طيب المادة 12 بتقول إعادة التصحيح. طيب يحق لأي طالب اعترض على نتيجة مقرر محدد إعادة التصحيح. طيب شنو إعادة التصحيح؟ إعادة التصحيح يجب أن تنظر الكلية في طلب مقدم من الطالب إلى أمين الشؤون العلمية بأنه أنا محتج على المادة، على نتيجة المقرر دي. الشؤون العلمية بتطالب القسم المعني، القسم اللي بيدرس المقرر مش القسم اللي بيدرس فيه الطالب، القسم اللي بيدرس المقرر. البيدرس المقرر مثلا إذا الطالب بيدرس في كلية الهندسة بيدرسوه مادة الماثماتيكس مثلا أساتذة من كلية العلوم. هنا اللي بيشكل لجنة إعادة التصحيح ما كلية الهندسة اللي بيدرس فيها الطالب، إنما قسم الرياضيات اللي هو في كلية العلوم أو في سكول مثلا في جامعة الخرطوم، ده هو القسم اللي بيدرس الرياضيات، ده هو القسم اللي بيشكل لجنة إعادة التصحيح رغم إنه الطالب موجود في كلية الهندسة. طيب بالنسبة مثلا في جامعة ام درمان الإسلامية في مادتين دي المهمات بالنسبة لنا في الامتحان، في مادتين، المادة 16 والمادة 17. المادة 16 اسمها الإخلال بنظام الامتحانات، دي المادة 16. المادة 17 اسمها عقوبة الإخلال بنظام الامتحانات. هنا بمعنى انه المادة 16 بتحدد كيف يخل الطالب بنظام الامتحانات، في 1 2 3 4 الازعاج وانه يتكلم وبخره مثلا وشايل معه بخره او حاول ازعج الطلاب او طلع بدفتره من 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 الامتحان. طيب العقوبات بتتراوح بين انذار شفهي الى انذار اول الى انذار نهائي الى اعتبار الطالب راسب في المقرر، اعتبار الطالب راسب في المقرر وباقي للإعادة،
اللي هو ده بقول عليه ريبيت، واعتبار الطالب راسب باقي للإعادة بمادة واحدة اللي حصلت فيها المخالفة، أو اعتبار الطالب باقي للإعادة بكل المقررات الدراسية، أو بفصل الطالب لمدة سنتين، أو بفصل الطالب بشكل نهائي. طيب اللوائح دي يا جماعة أنا دار أكد إنه هذه اللوائح أصلاً ما سرية، يعني ما في حاجة يبدسوها منك. يعني أي طالب الليلة عنده رغبة في إنه يقرأ هذه اللوائح ممكن يمشي يطالب بها القسم اللي هو بيدرس فيه، أو أمانة الشؤون العلمية. أمانة الشؤون العلمية بتديك منها كوبي. أي جامعة لما تجي تطلع جدول امتحانات، يعني مثلاً التجربة بتاعتي أنا في جامعة الخرطوم وفي جامعة أم درمان الإسلامية وفي جامعة بحري، بمجرد ما طلع جدول الامتحانات طوال تطلع نسخة من اللوائح تذكيرية، لأنه الطالب أصلاً بيكون أخذ نسخة زمان لما هو خاشي عليه الجامعة، بيكون زمان أخذ نسخة تذكيرية. هذه النسخة اللي بنعلقها في البورد هي بتوري الطالب إنه يدخل للامتحان بشنو، ببطاقته وبكده، بتوري إنه الطالب يفترض خلال 10 دقائق من بداية الامتحان يفترض ما يدخل. المدة بتاعت بداية الامتحان لغاية وقت محدد دي بتختلف من جامعة لتانية. أنا شايف في واحد بيسأل من قال الفروقات بين اللوائح لمختلف الجامعات بيكون في شنو بالضبط؟ بتختلف في الآتي. مثلا دخول الامتحان، في جامعة بتقول إنه الطالب بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية الجلسة لا يحق له الدخول للامتحان، في جامعة بتقول إنه الطالب ممكن يدخل بعد 30 دقيقة من بداية الامتحان، في جامعة بتقول إنه الطالب ممكن يدخل لحد نص الزمن، أو إذا ما في طالب تاني طلع. لكن ديل كلهم بأكدوا على حاجة واحدة، إنه الطالب ما بيدوه أي دقيقة إضافية بعد نهاية زمن الامتحان. الاختلاف بين الجامعات ممكن يكون في العقوبة بتاعت المخالفة. يعني أنا بقصد إنه طيب أنا بحكي كيس، مثلاً إذا ضبط طالب ببخرة أو بحالة غش، لقوا عنده برشام، يعني برشام، لقوا عنده بخرة أو برشام، الطالب إذا لقوا عنده بخرة اللي هي ورقة مكتوبة خش بيها الامتحان، الطالب اللي بخش ببخرة الامتحان ده ما هو أصلاً خشة وراسه فاضي، معناه زول ده ما فاهم المقرر، او في جزء من المقرر غايب عنه، او ربما يكون غايب عنه كل المقرر. طيب الحاله دي لما نجي نحن نطبق اللائحه مثلا بتقول انه الطالب، وانا هنا بركز على لائحه العقوبات بتاعت ام درمان الاسلاميه اللي هي الماده 17 بيقولوا الطالب ينذر، نمره واحد، اثنين يعتبر راسب في المقرر، ثلاثة يبقى للإعادة بالمقرر، أربعة يبقى للإعادة بكل المقررات الدراسية، خمسة يفصل لمدة سنتين، ستة يفصل فصل نهائي. دي 6 خيارات. ال6 خيارات دي بتخضع لتقدير اللجنة الضبطت حالة الغش مثلا. هذه 6 خيارات ليست سرية، يعني معلنة لكل الطلاب. طيب 200 أنا بختار الواحد، و200 بختار اثنين، و200 بختار ثلاثة، و200 بختار أربعة، و200 بختار خمسة، دي بتختلف على حسب حالة الغش. طيب مثلا طالب خش ببخرة كبيرة واضحة لامتحان بتاع مقرر بتاع كالكولس، مثلا خش ببخرة، البخرة دي أول حاجة هي evidence أو هي دليل على إنه الطالب دي ما عارف أي حاجة في المقرر. طيب إذا ضبط طالب ببخرة وعديته العقوبة إنه راسب في المادة موضع العقوبة، طيب هل دي بتردع الطالب؟ ما بتردع الطالب، لأنه يعني أي طالب داير يخش ببخرة بيقوم بيشيل بخرته وبيجي داخل. حسب ما انتوا عاقبتوا طالبا شايل معاه بخره بانه هو راسب في المقرر، ديه حيجي يخش ببخره، اذا قبضوه هو حيدوه راسب وهو اصلا راسب، اذا ما قبضوه هو نجح. فعشان كده عقوبه البخره مثلا الواضحه دي
ما بتكون رسوب المقرر، إنما ربما تعتبر هي إعادة للمقرر أو إعادة السنة الدراسية بمادة أو بكل المواد أو حسب ما تراه اللجنة مناسبة. طيب، لجنة العقوبات ولجنة إعادة التصحيح ديل يجب إنه عدد الأشخاص المشاركين في اللجنة يجب إنه يكون عدد فردي. فردي ليه؟ عشان إذا حصل أي تصويت بعدين يكون الحكاية مرجحة. يعني مثلا ما ممكن تجيب 4-2 يصوتوا بشيء و2 تانيين بيصوتوا بشيء تاني، أنت ما بتقدر تحكم. فالعدد لازم يكون فردي عشان بعدين إذا حصل أي تصويت الناس تقدر تفرز إنه النتيجة ماشية على مين. طيب، أنا بعد كده إذا الكلام ده كده بقى واضح إنه اللوائح دي يا جماعة في كل الجامعات أصلاً هي ماشي سري، اللوائح دي أصلاً ماشي سري ولا شيء داسينه. أي جامعة عندها لائحتها، أنا مشيت مرة جامعة البحر الأحمر في السودان لقيت اللوائح الأكاديمية دي خاتينها في الباب برا. يعني أي زول جاي داخل الجامعة بشوف طوال دي اللوائح الأكاديمية، يعني ما حاجة، أنت كل يوم داخل الجامعة قاري اللائحة، كل يوم طالب الجامعة قاري اللائحة. في بعض الجامعات بتعلقها في البوردات في الكلية وكده، وفي بعض الجامعات بتطلعها مع كل جدول امتحانات وهي بتكون موجودة عند الأقسام، بتكون كده يعني. طيب، إذا في أسئلة أنا ممكن أجاوب عنها أو كده، وإذا بس إذا في أسئلة ممكن إذا في زول حدد جامعته، وإذا في كيسز أنا بعدين ممكن أذكر حالات أو كيسز مخالفات حصلت وعقوبات تمت لها وكده. تفضل يا وافي، إذا في حاجة ممكن. شكرا جزيلا دكتور، قدمت انا معلش بقى عندي مشكله في الانترنت، طلعت ورجعت كم مره لكن قدرت اخذ شيء جميل في اللوائح او السرد اللي عرضته كله عن اللوائح، سواء كان في امثله ضربتها في جامعه عبد الرحمن الاسلاميه او جامعه البحري او غيره. طيب، نفتح الفرصه للشباب اللي معانا في جلسه الزوم او الشباب المتابعين لنا من المجموعه في الفيسبوك إنه ممكن يتابعونا أو يتواصلوا بأسئلتهم. الشباب اللي معانا في الجلسة اللي عنده سؤال ممكن يستخدم خاصة رفع اليد، بعد ذلك يفتح الميكروفون أو يفتح الكاميرا إذا عاوز. الشباب اللي في الفيسبوك ممكن يكتب أسئلتهم في الكومنتس. معانا عبد الرحمن التجاني. عبد الرحيم التجاني عنده سؤال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا لك دكتور رازي. انا عبد الرحيم التجاني، محاضر في جامعه بحري، لكن حاليا متابع. شكرا للكلام الطيب والاضاءات الجميله دي. انا عندي حقيقه بس تعليق بسيط وعندي سؤالين. تفضل. في بعض الجامعات بعض اللوائح دي هي تحفة. انا عندي هيستوري في جامعه النيلين، كنا طلاب وكنا بنسمع بالحاجات دي اصلا. وبيعتبر يعني هي تعتبر حاجة يحفها الغموض بشكل شيمفول، يعني حاجة شيمفول. يعني في بعض الجامعات ما اللائحة ما بتكون موضحة، ما بتكون أصلاً هي متاحة للطالب يتعرف عليها أو يقرأ أو يطلع عليها. دي حاجة. الحاجة الثانية، هل بترى أنت موضوع إنها تعرض مع مصاحب لجداول الامتحانات، هل هو ده شيء كافي؟ لا ما كافي. طيب، وكون اللوائح تكون موجودة بالطريقة، يعني مثلا ضربت مثال جامعة البحر الأحمر لما تجي داخل تكون معلقة، هل كل الحاجات دي هي كافية بأنه الطالب يكون عنده المعرفة التامة باللوائح؟ لأنه نحن فعلا محتاجين الطالب ده يعرف، مش محتاجين انه نوريه حاجة وبعدين نجي بسرعة نعاقبه ونقول له انت ما عارف. طيب، هنا. طيب، تمام. أسئلة الثانية، في حاجة بتتعلق انت ذكرت موضوع الامتحان، في حاجة بتتعلق بسلوك الأستاذ نفسه. اعتقد انه ده محتاج له لائحة، يا ريت لو تورينا يعني معلش سلوك الأستاذ المراقب او الشخص اللي بيراقب الامتحان نفسه، لانه احيانا بتجيك بعض يعني بعض الشكاوى من الطلبه من سلوك المراقبين نفسهم. انا ما عندي العلم انه في لائحه او في حاجه بتضبط الحاجه دي، وعلى ما اعتقد انه لا موجوده. موجوده؟ ايوه.
إذا هي موجودة طبعاً الناس ما عارفينها، لأنه وأنا واحد من الناس ما عارف، أنا لسه محاضر وعندي فترة كده قضيتها في الجامعة ما عارف إنه في حاجة زي دي بتضبط. يا ريت إذا في توضيح لنا يعني مراقب سلوك وشنو، لأنه في طلبة بيشكوا من الإزعاج وبيشكوا من الشوشرة، ودي حاجة قاعدة تحصل فعلاً، لأنه في بعض الأساتذة بيراقبوا وسلوكهم داخل القاعة سلوك سيء وسلوك مزعج للطلبة. صحيح. صحيح. شكراً جزيلاً لك وشكراً جزيلاً للأستاذ وافي. شكراً يا عبد الرحيم. يا وافي تفضل يا دكتور. أنا حارد على أي سؤال ولا أجاوب طوالي؟ والله عليك أنت تفضل. طيب بالنسبة لإخفاء اللوائح طبعاً ممكن يكون في exceptional case إنه جامعة أو كلية تتعمد أن تخفي اللوائح. نحن عندنا تجربة مثلاً في أنا بذكر لك في جامعتين، في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أم درمان الإسلامية، في حاجة اسمها الإرشاد الأكاديمي. الإرشاد الأكاديمي ده الطلاب بمجرد ما دخلوا، يعني أنا في بداية العام الدراسي ديا وادوني 18 طالب، قالوا لهم يا أخي أنتوا ديل المرشد الأكاديمي بتاعكم دكتور الرازي. مشيت أعلنت لهم إنه يا أبنائي أنا هكون متابعكم في الإرشاد الأكاديمي ده من أول يوم دخلت في الجامعة لحد ما تتخرجوا. كتبت لهم إعلان في البورد تعالوا، ما جوني. مشيت لهم في القاعة، يا أولاد أنتوا 18 ديل وقفتهم قدامي هذيل فلان وفلان وفلان، تعالوا لي عشان أوريكم، ما جوني. يلا زي ديل أنت عايز توريهم وهم ما عايزين يعرفوا، يلا ديل الجامعة ما ملزمة بأنها تحفظهم اللوائح. لكن في جامعة بتتعمد، مثلا في جامعات يعني ما مش بتتعمد هي، إنما مرات تكون ما حريصة على إنه اللوائح، أو بيفتكروا إنه والله الطالب دي جاي من الثانوي عارف طريقة الامتحانات وعارف الحياة دي من هناك. لكن طبعا لكل جامعة عندها طريقتها. الطريقة بتاعت وضع اللائحة في الباب زي حالة جامعة البحر الأحمر دي، دي هي مش كافية، دي ممتازة جدا، لأنه هي مش كافية، هي ممتازة جدا وأكثر من كافية. ما هو طالب ده يوميا جاي داخل وقارين دي لائحة الامتحانات، ويوميا هو طالع دي لائحة الامتحانات. طيب بالنسبة لسلوك الأستاذ، أول حاجة اللائحة مثلا لائحة جامعة الدرمان الإسلامية مثلا بتضبط داخل القاعة الأستاذ اللي هو كبير المراقبين أو الأستاذ المراقب، أو إذا الكلية إذا الجامعة استعانت بتقنيين أو أي شخص في المراقبة، يجب إنه سلوكه يكون داخل القاعة مضبوط ويساعد على الهدوء وكده. وإذا حصل أي نزاع بين طالب وأستاذ مثلا في إنه والله دي بخرتك دي ما بخرتي، ده محلي ده ما محلي، في زول اسمه الشيف أو كبير المراقبين، وعندنا ده يا عبد الرحيم في جامعة بحري الشيف ده ظاهر وهو المسؤول الأول، وهو الممكن يلغي جلسة الامتحان كله ولا عميد الكلية ما يقدر إلا الشيف. فسلوك الامتحان يعني مثلا إخراج الطالب من قاعة الامتحان، مرات بتلقى طالب عمل إزعاج مثلا أو كده، بيجوط معاه المراقب وبيرفع صوته بيفسد الجلسة على بقية الطلاب. أول حاجة لا يحق لأي شخص في الوضع الطبيعي ما لم تحصل اعتداء أو إزعاج شديد جداً، ما إزعاج شديد ساي، إزعاج شديد جداً ما بيحق لأي زول يطلع الطالب من قاعة الامتحان. إذا حصل للطالب أي ظرف صحي قدرته لجنة الامتحانات أو لجنة الكنترول إنه طالب يطلع من قاعة الامتحان، يطلع تحت المراقبة اللصيقة، وإذا ودوه كلينيك أو كده. ومرات طبعاً في جامعة بحري مثلاً عندنا الطبيب بيمر في كل القاعات أيام الامتحان. فسلوك الأساتذة صحيح، أنا لاحظت إنه في أساتذة بجوطوا كثير، وأنا ذاتي كنت منهم طبعاً. في بداية أنت بداية جاي أستاذ جديد يا عبد الرحيم، هو ود صغير وشاب وذول شوية كده فتوة يعني وبتاع، فداير تبقى ذول شفت يعني وتتنمر على الطلاب أو كده، ودي حاجة طبيعية. لكن طبعاً بالخبرة وبالقراءة اللوائح وكده أنت بتعرف إنه الامتحان ده هو فكرته شنو، إنه طالب أنت درسته في سمستر استمر لمدة 3 شهور، أنت عايز تيجي تطلع ما عرف الطالب ده بطريقة هادعة جدا خلال 3 ساعات. فأنت بتساعد الطالب على الهدوء وبتخلي جو الامتحان يكون جميل جدا، وبتأكد من الإضاءة ومن الناس اللي قاعدين وكذا. بعدين حسب لائحة الجامعة كمان لائحة الامتحانات، في عدد من الطلاب مناسب لكل قاعة وعدد من المراقبين لكل قاعة على حسب عدد الطلاب وكده. أتمنى تكون دي إجابات كافية لأسئلتك يا عبد الرحيم. تفضل يا وافي.
شكرا جزيلا دكتور. في أسئلة من المجموعة في الفيسبوك أنا حنقولها لك. في تقريبا سؤال من شخص واحد مكرر، محمد بخيت، أول شيء سأل قال الفيديو يا محمد بخيت، الفيديو بيكون محفوظ في مجموعة الفيسبوك وفي قناة الباحثين على اليوتيوب. بيسأل برضو محمد بخيت بيقول إنه هل في نسخ مقروءة من اللوائح دي؟ بيسأل برضو من الفروقات بين اللوائح مختلف الجامعات، الفرق بالضبط في شنو؟ طيب قبل ما ترد يا دكتور، بس نفس الكلام اللي نحن في جامعة الفاشر برضو عندنا اللوائح دي من أول العام بتكون مثبتة في لوحة الإعلانات، ومع فترة الامتحانات بتكون مثبتة في مدخل القاعات كلها يعني. صحيح. لكن زي ما قلت محتاجين شغل أكثر في شغل الإشراف الأكاديمي. هو الإشراف الأكاديمي ده طبعاً يعني مهما بصورة عامة أنا حسي في أيوة. الإشراف الأكاديمي ده صعوبته الآتي، صعوبته الآن صعوبة الإشراف الأكاديمي في أعداد الطلاب الكبيرة. يعني الليلة لو أعداد الطلاب دي مناسبة الزول ممكن يتابع طلابه بشكل جيد. طيب في نسخة مقروءة من اللوائح دي، نسخة مقروءة ومصورة وملونة وجميلة جدا ومعلقة في كثير جدا من الكليات، متوفرة وما سرية أبدا. أنا حقيقة بس الإجازة بتاعت الجمعة السبت دي ما خلتني أجيب لكم نسخة مقروءة، لكن أنا أجيب لكم نسخ وأنشرها لكم من أكثر من 5 أو 6 جامعات في هذه المجموعة. أنشر لكم لائحة امتحانات جامعة الخرطوم، ولائحة امتحانات جامعة بحري، ولائحة امتحانات جامعة الدولة الإسلامية والنيلين والسودان، وجامعات من الولايات. طيب بالنسبة للوائح دي في نسخة منها، طيب أنا بسأل عن موقف اللوائح من التوصيات. نحن كطلاب بنحتاج ليها، وبيقعد أمر مفصلي في القبول للمنح الخارجية، بس الدكاترة بعملوها على أساس أنها أمر شخصي أكثر منها أكاديمي. يعني في كيسات اللي شوف ده يا وافي يمر، أنا ما قادر أفتحه. أيوة دورته محمد بخيت بسأل، أو عرض موقف إنه في طالب بسبب اللائحة الأكاديمية أو بسبب كأنه بيقدر يعكس، أو أنا فهمته من الكلام اللي كتبه إنه في موضوع شخصي بين الأستاذ والطالب. لا لا لا، دون إنه الطالب يحصل على شهادة توصية أول من القصة اللي كتبها يعني. التوصية الريكومنديشن، الريكومنديشن اللي هي التوصية الأكاديمية، التوصية الأكاديمية. طيب التوصية دي أنت لما تطلب توصية أو ريكومنديشن ليتر لمنحة خارجية، الريكومنديشن ده بيكتب لك واحد من أساتذتك الدرسوك خلال مرحلة البكالوريوس إذا أنت ماشي ماجستير، أو خلال مرحلة الماجستير إذا أنت ماشي دكتورة، أو إذا البوست دكتوريت ريكومنديشن ستاديز ممكن أنت برضو تكون تحتاج ل خطاب توصية. خطاب التوصية ده يا الأستاذ درسك ما ملزم به، يعني ما عنده ما لازم، يعني أنا ما لازم أوصي بينك أنت إنسان جيد. دي 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 لازم تكون عارفينها. يعني مثلا ما أي طالب أنا درسته هو من حقه يطلب مني أنا ريكومنديشن ليتر، ممكن أكتبه له وممكن ما أكتبه له. أنا حدي معك في التدريس إنه أنا أدرسك المقرر بتاعك بشكل جيد وأمتحنك وأطلع لك نتيجة، لكن الريكومنديشن ليتر ده انا ممكن ما اكتبه لك خالص، لانه في كثير جدا من الطلاب يعني بيجوك انت بتكون ما بتعرفه ذاته، يعني تكون درست مئات الطلاب بيجيك طالب يقول لك اكتب لي ريكومنديشن. الريكومنديشن ده مينز انه الطالب ده اذا واجهته اي مشاكل مستقبلا حيرجعوا للزول اللي عمل له ريكومنديشن ويسالوه، في النهايه يقول لهم انا ما بعرفه يعني. فانت الافضل انه الطلاب ذاتهم يكونوا على معرفه باساتذتهم تواصلوا معاهم وكذا، عشان بعد نهاية الفترة الدراسية، وده بيعتمد على شكل العلاقات بين الطلاب، أعداد الطلاب اللي درسوا في القاعة، ومعرفة الأساتذة بيهم وسلوكهم وسلوك الأساتذة ذاتهم وكذا. لكن الريكومنديشن ليتر أنت في النهاية إذا بتقرأ في قسم فيه 20 أستاذ أو 10 أساتذة كلهم رفضوا يدوك ريكومنديشن، معناته زول أنت زول كعب يعني. لكن إذا لقيت لك 3 أو 4 أدوك ريكومنديشن ليتر خلاص، يبقى ما لازم يدوك له كلهم يعني مع بعض. إذا أنا فهمت السؤال بشكل جيد يا واسم. تقريبا أيوة. طيب في تساؤل من في مجموعة الزوم هنا من بلال بتقول اللائحة للأستاذ الطالب، أو اللائحة من المسؤول، بسأل من اللائحة للأستاذ الطالب المسؤول من تمليكها،
هو مسؤول المسؤول من تمليك اللائحة للطالب. أنا ما قدرت أفهم السؤال، ما فهمت الصيغة، لكن تقريبا بتقصد إنه المسؤول من تمليك اللائحة للطالب من يعني؟ المسؤول من تمليك اللائحة للطالب لجنة في البداية، اللجنة اللي بتعمل المعاينات للطلاب لما نيجي داخل القبول في أول يوم له في الجامعة، بدوه طوالي خطاب بإنه بدوه طوالي نسخة من اللائحة بتاعة الجامعة. وفي بعض الجامعات مثلا، في بعض الجامعات بتدي الطالب نسخة ويوقع إنه هو استلم وقرأ لائحة السلوك وقرأ لائحة الزي وقرأ لائحة الامتحانات وكل اللوائح دي. إذا أنت وقعت به ده التوقيع حقك بأنك أنت استلمت اللائحة دي، بعد كده تاني بعاقبوك بأي مخالفة لهذه اللائحة طالما أنت وقعت عليها. فدي بيسلمك لها رئيس القسم أو المسجل في بداية دخولك ليه؟ في بداية دخولك للقسم المعني. المسؤول من ضبط سلوك الطلاب في يسرى كمال يا وافي. طيب ايوه، في المسؤول من سؤال من يسرى، في كمال احد الشباب خط بتاع اللائحه الاكاديميه لجامعه الخرطوم، ده يتعلق اللوائح المنشوره او ايوه انت، بس في جامعات معينه بتخفي اللوائح، في ايوه دي معظم جامعه اللوائح دي الخرطوم، جامعه الخرطوم متوفره منشوره في يعني في متوفره في اسي مثلا في جامعه ام درمان الاسلاميه، في موقع الجامعه تلقى اللوائح أيوة لائحة منشوره. لائحة ما ده اسي نافع، امانه في الشؤون الموقع. العلميه الخرطوم منشوره، دي حاجه كويسه ذاتها، بتخلي انه المصداقيه تكون فيه. حقيقة مسألة اللوائح دي أنا غايته حسب تجربتي، أنا بدرس في جامعات منذ 2002. طيب في سؤال من يسرى، يسرى أيوة يسرى، يسرى دي قالت المسؤول من ضبط سلوك الطلاب داخل الجامعة هل بيعتمد على الأستاذ ولا عمل شؤون الطلاب؟ إذا في تغيير في اللائحة ممكن يكون بعد كم سنة؟ أقل حاجة متطلبات المراقب داخل القاعة شنو؟ وهل لازم يكون في كبير مراقبين؟ مش كده؟ كده أحاول أقرأ مور دي. طيب يا يسرى، المسؤول من ضبط سلوك الطلاب داخل الجامعة هو ضبطه مثلا معاقبة الطلاب إذا بقى سلوكه، هي عمادة شؤون الطلاب، وعمادة شؤون الطلاب يفترض تكون عندها خبرة طويلة في التعامل مع الطلاب، بيكوز إنه طبعا طلابنا دي جايين من different cultures، جايين من ثقافات مختلفة، وجايين من زمان أعمارهم كانت مختلفة، هسه الأعمار بدأ يحصل فيها نزول شوية نسبة، لأنه الجامعات بقت كثيرة، زمان الطالب بياخد فترة طويلة لحد ما يخش الجامعة، فبيجوا طلاب بأعمار مختلفة، الآن الأعمار بقت قريبة من بعض. طيب السلوك داخل الجامعة بيعتمد على الأستاذ، بيعتمد على الأستاذ، بيعتمد على الطالب، بيعتمد على عمادة شؤون الطلاب، ويجب إنه الأستاذ يكون له دور تربوي كمان في التعامل مع الطلاب. يعني عندنا تجربة مثلا إنه لو حصلت مشكلة من أي طالب في القسم، مثلا أتكلم عن قسم الإحصاء في جامعة بحري، إذا في أي مشكلة من أي طالب جيبوه لنا في القسم، أول حاجة نحن نشوف مشكلته، إذا استحصل حل المشكلة عندنا وداك ودوه عمارة الطلاب، لأنه عمارة الطلاب في الغالب بتتعامل مع الطالب، مع طلاب الجامعة كلهم، وبتتعامل باللوائح. انت كاستاذ مربي للطالب ده، وانت استاذ بتدرسه ذاته، يفترض تتعامل معه بطريقه ابويه اكثر من طريقه بتاعت لائحه وقانون وعقوبه وتتفصل من الطالب وتحرم من حقه في التعليم وفي كده. فسلوك الطلاب في الجامعه يمكن ضبطه من زملائك ومن الاساتذه والاستاذات وكل الناس الموجودين في الجامعه. عماده شؤون الطلاب دي انا ما بتمنى انه الناس تمشي ليها، لانه هي طبعا جهه تربويه وجهه ارشاديه في النهايه، وجهه حاكمه لسلوك الطلاب. انا خايف من مساله حاكمه دي، بحيث انه اذا مشت الوقائع بتاعت حاله الطالب كلها ومثبته من القسم ومن كل مثلا مروا بكل مراحل التقاضي، في النهايه بيرفعوا الحاله لعميد شؤون الطلاب،
وعماد شنو الطلاب بعد ذلك بتعتمد على اللائحة في تعتمد على اللائحة في إنها تفصل بين الطلاب. طيب متطلبات المراقب داخل القاعة مثلا في طلاب بيقولوا إنه ما في في جامعات بتقول لك مثلا المراقب دي لابد يكون إنه تخرج من نفس الكلية ومر على تخرجه من الكلية 4 سنوات حد أدنى إذا كانت الكلية بتدرس في 4 سنوات، وإذا كانت الكلية بتدرس في 5 سنوات يقول لك يجب أن يزود مرة على تخرجه 5 سنوات، بحيث أنه يقلل جدا من فرص أنه هو يكون عنده زميل في دفعته إلى الآن قاعد في الجامعة، بالإضافة لأنه زول يكون مشهود له بالسلوك الجيد وزول مضبوط وزول كويس يعني وزول يحترم خصوصية الطلاب داخل القاعة ويحترمهم جدا وحافظ على هدوء الجلسة ويكون زول ماتيور ينف يعني عشان ويكون زول مشهود له بالأمانة والنزاهة وكده. وطيب في سؤال بتاع الأستاذة دي برضها اللي هي قالت لابد أن يكون فيك بالمراقبين، لابد يكون فيك بالمراقبين أو في مثلا في جامعة بتقول كبير مراقبين، في جامعة بيسميه رئيس لجنة النظام المراقبة، في جامعة بيسميه رئيس لجنة الكنترول. كبير المراقبين ده هو الزول اللي بيقرر في أي نزاع لحظي، يعني مثلا في حالات بتحصل بيحكم عليها بعد نهاية الامتحانات أو بعد نهاية سيشن بجلسة الامتحانات كلها. في حالات بيكون الفصل فيها وقتي، يعني مثلا نحن عندنا طبعا في السودان هنا الكهرباء قاعدة تقطع كثير في قاعات تكون مظللة. طيب ومرات الكهرباء بتقطع والقاعة تكون مظلمة وبتبقى حارة جدا والأمور الصحية بتكون ما مواتية لأنه الامتحان يستمر. هنا في الحالة دي لو ما في كبير مراقبين واحد ما بتقدر أنت تفتي في استمرار أو توقف شنو أو توقف الجلسة، ولكل في جامعات بتدي كبير مراقبين واحد لكل الجلسات، في جامعات بتدي كل جلسة كبير مراقبين، وفي الغالب بيكون هو أستاذ كبير أو زول قديم أو عنده خبرة في اللوائح، فيجب أنه يكون في كبير مراقبين. كبير المراقبين ديا بيكون زول كبير وزول معروف وخبرته في اللوائح خبرته في النظم وكده. ودائما اللائحة يا جماعة موضوعة لمصلحة الطالب، في طلاب كثيرين جدا بيفتكروا أنه اللائحة دي موضوعة علشان تتشفى منهم، لا، اللائحة موجودة لمصلحتك عشان تزيل التمييز بين الطلاب، ما يكون في ديسكريمينانت بين الطلاب والطلاب اللي ياخذوا حقهم بكل عدالة. في طالب يفتكر انه هو ظلم، ما ادي مثال مثلا اللائحة اللي بتقول انه الطالب في امتحان الملحق او في الصف يفترض الطالب ما ياخذ اكثر من 50 درجة او الباص بس، وافي الو واصل طيب اللائحه اللي بتقول انه الطالب يفترض في امتحان واصل الملحق يا دكتور سامع ايوه مسموع صوتي. طيب اللائحه اللي بتقول انه مثلا الطالب في امتحان الملحق ما ياخذ اكثر من 50 درجه اللي هي الباص فقط، في طلاب قالوا لا نحن كيف نمتحن ملحق ويدونا 50 بس اذا جبنا 80، اوريك ليه يدوا 50. انت في اليوم اللي انت جبت فيه 30 درجة ورسبت دي، في طالب في اليوم ده جاب 55 درجة اللي هو باس وزايد 5 درجات في اليوم ده ذاته في المقرر ده انت كنت راسب. طيب اذا انت امتحنت الملحق جبت 80 يسجل لك انت 80، طيب ما يدو ذاك برضه فرصة عشان يجيب 90 يعني عشان تبقى الحكاية كلها اعادة. ففي طلاب يفتكروا انه والله الملحق ده لما يسجل للطالب 50 درجة ده ظلم للطالب، ده ما ظلم للطالب، ده إنصاف للطالب جاب 55 في يوم الامتحان اللي انت جبت فيه 30 درجة. فالحاجات دي الطلاب دائماً بيتعاملوا معاها بعاطفية كده وبيفتكروا إنه والله الجامعة دي جاية عشان تظلمهم. المشكلة بس في الآتي، المشكلة إذا وضعت اللائحة لحال الطالب محدد أو وضعت اللائحة بعد الطالب امتحان، وده طبعاً ما سليم. يعني يفترض اللوائح دي تكون منشورة مسبقاً ومطبقة مسبقاً وما تطبق بأثر رجعي، يعني اللائحة بتطبق على الطالب اللي استلمها
في يده وامتحن أو درس عليها. يعني ما ممكن تطبق لائحة جديدة على طالب قديم. النقطة بتاعت الملحق دي وضحت، عشان كده عشان الطلاب أولادنا ذيل بعدين ما يقولوا إنه ليه في الملحق بدهم الباص، بس بدوك الباص لأنه أنت في يوم امتحنت الدور الأول ما كنت، لما امتحنت البيزك إكزام ما كنت كواليفايد لأنك أنت تباصي وجبت درجة أقل من 50، فلما تجيب درجة تجيب الملحق فطالب أعلى ما بدوك الدرجة. تفضل يا واد. طيب كلام جميل، خصوصا التوضيح بتاع 50 في امتحان الملحق. الملحق ده في سؤال او في تعليق هنا معانا في جلسة الزوم، يقول التمييز الايجابي للطالب تقريبا تعقيب هذا في خطابات التوصية او في موضوع خطابات التوصية يتكلم الطالب يسهل من الكتاب. في سؤال من تفضل دانو ما الإجراء المفترض يتبع الأستاذ الذي يعاقب الطالب يطلب إعادة تصحيح؟ منال عمر، دي دكتورة منال، أنا منال عمر تصحيح المادة. تيزا دكتورة منال، ده مش كده ظاهر عندك تصحيح المادة ده؟ طيب أول حاجة، ما في أي أستاذ عنده أي حق في معاقبة أي طالب بإعادة التصحيح، وده دي ما قاعدة تحصل، أنا غايته ما شفتها، لكن الحكاية الحكاوي اللي كان حصلت في لما أنا كتبت البوست بتاعي على التصحيح ده بيجيبوا حكاوي عجيبة جدا. أول حاجة، إعادة التصحيح موجودة في لائحة الامتحانات. الطالب ده طالب بأنه يعاد تصحيح المادة حقته، وده حقه، هو من حق الطالب إعادة التصحيح زي ما قلت يا دكتورة منال، الطالب من حقه يعيد التصحيح. طيب أنت كأستاذ درست الطالب وديته درجة مثلا فلتكن 35 درجة، طيب الطالب طالب بحقه في إعادة التصحيح، طيب أنت مالك؟ تمشي تقعد تشيلها معاه، ولا تقعد تقول له يا اخي انت والله انا قاعد في جامعه جديده بتتخرج، ولا لا يتخرج في يتخرج، ولا على كيفك شنو اللي ما بتتخرج وما كده، ما هو ده حقه. انت داير عندك حاجه عايز تعملها، امشي اجتهد في انه انت تلغي لائحه اعاده التصحيح، كله تبقى ما في اعاده تصحيح، الطالب يمتحن بس نجح ما نجح يمشي اهله. لكن طالما ماده اعاده التصحيح دي ماده اصيله وموجوده في لائحه الامتحانات يبقى ده من حق الطالب. وكثير جدا أنا شخصيا شاركت في يعني إعادة التصحيح، وطلعوا طلاب ناجحين وطلعوا طلاب ما ناجحين، وأي طالب بإعادة التصحيح المقرر حقي أنا والله قاعد أشكره، كمان بشكره قدام زملائه، وبقول له يا أخي أنت ذاتك لما تطلع نتيجة إعادة التصحيح، وبالذات إذا طلعت ما نجح، ده بيأكد إنه أنا زول صادق وأنا زول أمين وكذا، وده حقك، يعني ما في زول بينازعك فيه. بعدين انت ليه ذاته تخلي يعني الطالب، يعني انا ما عارف الاساتذه اللي بيتكلموا عنه الطلاب ديل يعني جاي من كوكب، يعني مساله انه انا اقعد عادي، اول حاجه الطالب ده ما نديك ولا قدرك ذاته، يعني هسه ما ممكن تكون زول عمرك فوق لل 50 وتقعد تعمل نديه مع طالب عمره 17 و18 سنه، الاولاد هسه اللي بيقروا في الجامعه دي، يعني عشان تقعد تقول انا لو ما عملت كده وتتخرج ولو ما عملت، لا انت صحيح صح، ركز في تصحيحك، خليك زول صادق، خليك زول امين، ادي طالب حقه. بكده بتكون كده، لكن ما في استاذ بيقدر يعاقب طالب انه هو عمل اعاده تصحيح للماده حقته، ما في كلام زي كده. اتمنى يكون دي اجابه يا منال السؤال حقك. دكتور وافي،
في سؤال ثاني؟ شايف في رندا يا أستاذ ليه كل المؤسسات العلمية ساكتة؟ ده ما تبعنا. طيب في سؤال للأسف أن الأساتذة بيتعاملوا بأنهم فقط جهة حاكمة مطبقة لقوانين وليس بروح أبوية قبل السلطة، وهذا للأسف ما يحدث من قبل اللائحة موجودة تطلق لا تطبق بطريقة صحيحة. لا لا هي هي هو طبعا في النهاية يا جماعة الأساتذة الجامعات ديل ما كلهم ملائكة ولا أي حاجة، ولا كمان الطلاب كلهم وديعين ولطيفين وقاعدين يظلموا في كل الأحوال، ودي من تربيتنا احنا كل شعب السوداني بمجرد ما يعني يخطأ في حاجة هو طوال دار يخد نفسه في دور الضحية. للأسف الأساتذة بيتعاملوا بأنهم فقط جهة حاكمة مطبقة للقوانين وليس بروح أبوية. بس في يا جماعة في حاجة يعني قبل كده سألنا لها بروفيسور اسمه عبد الباقي، ده كان مدير الجامعة وادي النيل، قال لنا انت كأستاذ اذا خيرت بين اثنين العدل والرحمه في الامتحان، انه الطالب ده انت تعدل تديه حقه ولا ترحمه، انت بتختار شنو؟ ده بالنسبه لرندا زين كده. انا داير اجاوب عليك لانه انت قلتي انه الاساتذه بيتعاملوا فقط على انه مطبقه للقوانين وليس بروح ابويه. التخيير بين العدل والرحمه، أنا شخصياً لما سألوني السؤال ده أنا اخترت العدل، بحيث إنه العدل ده هو المطلوب منك، الرحمة ما مطلوب منك، الرحمة دي لو قدرت تعملها ما في مشكلة، لو ما قدرت العدل كافي لأنك أنت تدي. لأنه مثلاً الطلاب اللي بيجوا بيشتكوا من يقول لك والله إحنا ظروفنا وما قدرنا نقرأ وإلى آخره، طيب ما تجي تشتكيت، في طالب تاني ظروفه أقصى من حقتك دي وما جا اشتكى، أنا هقعد أتابع ظروف الطلاب وحاجاتهم كلها؟ لا، علشان كده اللائحة دي وضعت عشان تحكم ده. مثلا لائحة زمن الدخول لقاعة الامتحان، في طلاب بيقولوا إنه زمن الدخول لقاعة الامتحان 30 دقيقة، ال 30 دقيقة دي عملوها ليش؟ ال 30 دقيقة دي عملوها على أساس إنه إذا حصلت لك ظروف أو مواصلات أو أي قدر حصل لك خلال ال 30 دقيقة دي تخش قاعة الامتحان. طيب في واحد بيشيل ال 30 دقيقة اللي أدوها له في وضع استثنائي وبيجي ثاني الطالب بخمسة دقائق، لا ما هو ما عليه كيفك بقى، لأنه لو نحن قلنا 30 دقيقة رفعناه ل 35 هيجي واحد ثاني يقول ارفعوها ل 40، هيجي واحد ثاني يقول ارفعوها لساعة، وفي واحد هيجي يقول اعملوا لي ثلاثة امتحانات، يجي يوم الثلاثة فاتوا الامتحان يجي يقول امتحان يوم الأربعاء يقول امتحان يوم الخميس وكذا. لكن الروح الأبوية يا بنتي رندا موجودة والله، متوفرة في كثير من الأساتذة، لكن طبعا أي طالب يبدو لي إنه الناس اللي بتسأل لي أي طالب يكون عنده يعني كيسز حقاته هو. والله يا أبنائي يا طلاب أنا داير أقول إنه زي ما أنتوا عندكم كيسز كثيرة جدا، نحن عندنا كيسز ويعني ما حنذكرها بتفاصيلها، لكن في طلاب كثيرين جدا بيفتكروا انه صدر حقهم في انه يقروا الجامعه او ينجحوا في مقرر محدد وكده، وفي النهايه طالب ده عنده حق ولا حاجه، لكن هو بشوف انه عنده حق. يعني مره اذكر في طالبه بعد نهايه الامتحان، زمن الامتحان 3 ساعات انتهى، فبعد الامتحان يفترض انت تكون بكل ادب واحترام تسلم الورقه، اذا ما سلمتها بشيلها منها هيعملوا لك شنو؟ يعني الطالبة بعد استلمنا منها ورقة الامتحان قالت لا 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 انتم ضيعتوا مستقبلي وانا ما بعرف شنو خليتكم لله الله وكده، يعني هيا سمحة
نخليك تقعدي 10 ساعات يعني نقعد ننتظرك كذي، لا من تحلي انت يا سيدي كلها، لا الامتحان ده ما عنده زمن، بعدين انت ما لازم تنجحي بكل المواد او ما لازم تنجحي برا الزمن يعني، ما هي 3 ساعات. طيب في سؤال من 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 عبد الهادي شمس الدين، كل الجامعات فيها وحده ارشاد اكاديمي؟ والله ما متاكد انا تماما، لكن اغلب الجامعات فيها وحده ارشاد اكاديمي، وهل دي حاجه لازم الجامعه توفرها؟ الجامعه لازم توفرها، لازم الجامعه يكون عندها ارشاد اكاديمي وارشاد اجتماعي وارشاد نفسي. هاتوا جامعه الخرطوم فيها وحده للارشاد النفسي، ودي بيخشها طالب قبل ما يسجل، وحده الارشاد الاجتماعي والارشاد الاكاديمي موجود فيها، واذا ما موجوده الطالب يمشي وين عشان الحياه دي تقع عليه؟ والله يا عبد الهادي شمس الدين، السؤال بتاع انه الطالب يمشي وين عشان الحياه دي تقع عليه ده سؤال مهم جدا. الطالب لو بقى زول فاهم وزول واعي وكده بيقدر يتابع وبيقدر يعرف وبيكون ذول واعي. في طلبة والله ما عندهم بيجوا الجامعة وبيطلعوا من الجامعة، أو في طلبة أموره ماشية، هو جاء امتحن لا طلع لا جاء متأخر لا رسب في مادة، لا مرات يخش الطالب ويقرأ ويمتحن ويتخرج ويكون ما محتاج للامتحانات ذاتها. وفي طلبة ملكلكين داير يعمل أي حاجة وما داير يعرف اللائحة، يوم تجي تقول له يا أخي دي لائحة يقول لك يا أخي اللائحة دي كانت وين وأنا ما كنت عارفها وكذا. ففي طلاب يجي بيسألوا إنه نحن حنقرأ كيف وكذا، وفي طلاب ما بكونوا عارفين، وفي طلاب ما بيحتاجوا للوائح يعني، ما شاء الله في طلاب مستوياتهم كويسة ما بيجي في محلات ذاتي في اللائحة، أو هو خشى الامتحان في مواعيده وامتحن في مواعيده ونجح في مواعيده ما شبيه ده، ما بيحتاج اللائحة ما بتسأل. وفي طالب بيخش وبيرسب وما بيسأل من حقه ذاته، وده برضو ما حيقول لي تعال طالب بحقك. المطالبة بالحقوق ذاتها في اللائحة مثلا التقديم لعرض التصحيح يجب انه يكون محدود بفترة محددة عشان الطالب ما يجي بعد 3 شهور يقول والله يا جماعة انا زمان رسبت في مادة امشي اعمل لي عرض التصحيح وكنت عملت لي عرض التصحيح. وكمان يجب انه الفترة ما تكون ضيقة جدا بحيث انه ما تمكن الطالب من انه يشوف نتيجة ذاته او يقدر يمشي يعمل اعادة تصحيح. يعني مثلا ما ممكن تفتح إعادة التصحيح يوم الخميس المساء وتقفلها يوم السبت الصباح، يعني الفترة كلها تكون مفتوحة يوم الجمعة. الجامعة فعلا لا بد من وجود إرشاد أكاديمي يتواصل مع الطالب ولي أمره. والله ولي الأمر ده في الجامعات يا رندا يا بنتي ما شايف أولياء الأمور ذي الموجودين كثير، لكن مرات بتلقي في بعض الآباء وكذا بيجوا بتابعوا أبنائهم في الجامعة، ودي حاجة نحن طبعا في الجامعات بنرحب بها والله، بتخلينا ذاته نحن نكون شغالين تحت مراقبة الأسر والأهل والحاجات دي. المستوى الأكاديمي للطالب وده مفقود. طيب المستوى الأكاديمي ده نحن مرة عندنا كيس جانا زول بيته مفصولة من الجامعة قبل 4 سنوات، جاء قال لي بيتي يا بيتي انا لقيت لك شغل امشي طلع شهادتك، البيت بتماطل انا الشهاده ما طلعت، ناس الجامعه ابغى يطلعوا علي. زول دور عربيته جانا في الجامعه قال يا جماعه انتوا ليه ما عايزين تطلعوا شهادتي دي للطالبه؟ الامانه الشؤون العلميه قالوا ليه يا اخي والله شهاده بيتك دي ما جات من الكليه. لما جانا في الكليه قال يا جماعه ليه انتوا ما عايزين تطلعوا شهادتي؟ دخلناه جوه المكتب وقفلنا عليه الباب وقلنا له يا شيخنا بيتك دي مفصوله من سنه اولى، فما في حاجه اسمها احنا ما اردنا نطلع لها شهادتها وكده. متابعه المستوى الاكاديمي للطلاب مثلا يا رندا، الان الجامعات كلها مشت لانها النتائج تبقى نتائج الكترونيه، يعني مثلا في جامعه بحري كل المطلوب منك تعرف الرقم الجامعي حق ولدك، بمجرد ما تطلع الامتحانات تدخل الرقم الجامعي بيجيك نتيجه ولدك تشوفه وانت قاعد في البيت، فبتقدر تتابع المستوى بتاعه. اذا كان الاسره بتتابع الطالب في الجامعه والله دي حاجه جميله وحاجه كويسه وحاجه يعني احنا بننادي بها، لانه هسه الحقيقه الطلاب الموجودين في الجامعه الان شويه مستوى الوعي بتاعهم بقى. النتيجه النهائيه دي يا رندا انا ما فهمت انت قاصد، ممكن اكتب لي كلام مفصل اكثر عن النتيجه النهائيه دي.
مواهب حبيب. يا دكتور جزاك الله خير، سؤال، هل اذا نحن في كليات طبيه فهل يلزم العميد يكون له علاقه بالمجال ولا لا؟ كيف العميد ما يكون له علاقه بالمجال؟ ما هو العميد ده اصلا احد اساتذه الكليه، انت في جامعه وين ده اصلا؟ العميد ده لازم يكون استاذ من الكليه، اقصد التواصل الاكاديمي للطالب وليس نتيجه نهائيه. النتائج دي يا رندا ما بتعلن، بتعلن في البورد وبتعلن في مواقع الجامعه المختلفه. المهم هسه في جامعات كثيره بدات تعلن النتائج في المواقع، ونتائج ما سريه زي ارقام الجلوس اللي بيدخلوها ناس الشهاده الثانويه، بتدخل رقم الجلوس في نتيجه ولا ذاك. هسه النتائج دي كلها متوفره، يعني تدخل الرقم، يعني الحضور والغياب واعمال السنه وكده. والله على حسب التسجيل، على حسب التسجيل. يعني مثلا اعمال السنه دي انا اذا اعمال السنه ممكن اعمال السنه دي ممكن تكون موجوده في استاذ بيحتفظ بسجلاته وحاجاته. انا والله لو كنت خاشي من اللابتوب انا كان اوريكم. والله انا عندي نتائج لطلاب درستهم يمكن سنه 2009 او 2010، الى الان انا محتفظ بالنتائج دي. لانه نحن طبعا في السودان الكهرباء قاعده تقطع والنتائج قاعده تضيع وكذا. مره اتصلوا علي بنتيجه طالب، قالوا لي يا اخي الطالب ده في السنه الرابعه ونتيجته نحن ما لقيناها وما عارفين نصل لشنو، رجعت السجلات بتاعتي ولقيت انه طالب ناجح ومشيت الجامعه وسلمتهم النتيجه بتاعته وكذا. طيب يعني حضور وغياب وعمل السنه. طيب يسرى كمال، يسرى قالت انه يا ريت يا دكتور تمر على الجامعات في الولايات وتصير مع التعليم العالي وتريد مستويكم ومستويكم رايح للصوره السليمه. والجامعات دي كلها يا يسرى فيها اساتذه اكفاء وفيها موظفين جيدين، لكن برضه الشخصيه السودانيه لازم يعني بنشتغل بالعفويه وبكذا، والعفويه دي في الامور اذا الامور ماشيه كويس ما حاجه جميله جدا، لكن بمجرد ما يحصل نزاع العفويه دي بتنتهي خالص خالص، وبتبقى الحكايه بتاعت اللوائح هي اللي بتحكم وهي كده. وانا بتمنى من هنا برسل رساله لكل الجامعات انه مساله اللوائح دي يجب ان تنشر ويلوح بها للطلاب، يعني اي طالب توروه انه دي اللوائح ودي اللي بتحكم علاقه بينهم بلازم عفوا دي اللي بتحكم علاقه بين الجامعة ودي بتحكم على فرق الطلاب وكذا. نمر على جامعة الولايات. والله يا يسرى نحن جامعة الخرطوم دي ما قادرين نمر عليه، لكن إذا أسي الحمد لله بقى في زوم وبقى في إنترنت وبقى في كذا، والحاجات بتبقى متوفرة وسهلة يعني. طيب رندا قالت شوف رندا وارجع لك يا يسرى. واحد يفترض ان يحفظ من قبل كل استاذ ويرسل ارشاد الاكاديمي يتواصل فيها المرشد مع الطالب يوضح له ارتفاعه وانخفاض مستواه معرفه الاسباب. دي والله بتعتمد على الاستاذ ذاته. يعني اذكر ان في جامعه الخرطوم عندنا دكتور، انا ما حاذكر اسماء طبعا، لانه عندنا دكتور لما ينخفض مستواك بيقوم بيناديك في المكتب، تعال والله انت مستواك بدا حصل فيه كده وكده وكده. وده نحن كنا ايام الامتحانات والنتائج ما بنمشي نحوم قدامه، لانه لو ناداك معناه انت مستواك بقى اقل. لكن ده بيعتمد على نشاط الاستاذ وقابليته ودافعيته لانه هو يكون زول نشيط وحريص على مصلحه الطلاب وحريص على انه يوعيهم وكده. طيب السؤال، هل ينفع انه يكون ملم بالعلوم الطبيه او من احد التخصصات الطبيه نفسها، ولا انه يكون بس دكتور من اي مجال اخر معلم؟ لا اصلا ما يكون من اي مجال اخر، يعني لا يصلح انه مثلا عميد كليه الطب يكون استاذ في كليه الهندسه، ده ما لقى نغايته. نحن ما عارف انتم الجامعات اللي بتكلم عنها دي جامعات وين، العميد دائما بيكون استاذ في احد اقسام الكليه المعنيه.
يعني مثلا نحن في جامعة عبد الرحمن الإسلامية عندنا 3 أقسام: قسم الإحصاء وقسم الاقتصاد البحث وقسم العلوم السياسية. الأستاذ العميل اللي بيبقى عميل الكلية يجب أنه يكون واحد من هذه الثلاثة أقسام. وبالتالي أنا كولي أمر لما أتواصل مع الجامعة يكون عندي خلفية تامة. أوكي تمام ما في مشكلة. الواحد ممكن تحصل عليها من وين يا دكتور؟ مواهب تتحصل عليها من أي أمانة شؤون علمية في أي جامعة من طرف أي جامعة قريبة ليكم. تمشي أمانة الشؤون العلمية قولي لهم أنا عايزة لائحة الامتحانات بيدوك لها طوالي ولا سرية ولا أي حاجة معلنة ومنشورة وهي بالقانون يجب إنها تنشر. يعني هي اسمها لائحة ما حاجة سرية يعني ما حاجة أبدا ما سرية. اتفضل يا وافي اذا في. شكرا يا دكتور. انا والله واجه هذه المشكله لكن انت قمت بالواجب وقدرت تغطي على الاسئله بتاعت الفيسبوك والزوم كلها. الشباب انه العلاقه بين الطالب والاستاذ انت غطيت جزء منها. هل ايوه في سؤال هنا قالت هي بين الطالب والاستاذ او ليه ليه الطلاب بيفهموا انه الاستاذ ده او الاساتذه في صف وهم في صف؟ النظره دي يعني معظم الطلاب بيشوفوا انه صف الاساتذه او يعني كانه في حاجه في مشكله. ايوه في صف وهم كطلاب في صف ثاني النظره دي. طيب انا قاعد اقول انه مثلا يا دكتور وافي اعاده التصحيح دي حاجه صعبه جدا لانه انت لما تصحح للطالب كراسه انت عايز تدي الطالب حقه. لكن لما تعمل إعادة التصحيح انت عايز تدي الطالب حقه وعايز تدي زميلك حقه. إعادة التصحيح صعوبتها انت عايز تنصف طرفين. التصحيح انت بتنصف الطالب بتديه حقه في الغالب. يعني انا قاعد اقول للطلاب انتوا لو بتعرفوا الاساتذه ديل يعني الدرجتين ثلاثة زيادة اللي بدكم لهم ديل يعني في الغالب الاستاذ بعد ما يصحح بخطه له درجتين ثلاثه كده للطالب على اساس انه يعني اذا في كسور او بتاع بيعمل لها بريدجنج كده. لكن لما تيجي تعمل اعاده التصحيح مشكلتها انك انت داير تنصف الطالب ياخذ حقه وداير تنصف الاستاذ ياخذ حقه بحيث انه اذا الطالب ناجح تدي الطالب حقه واذا الطالب ما ناجح تدي الاستاذ حقه. ودي صعوبة إعادة التصحيح واللي هو دائما إعادة التصحيح ده أنا موقف والله أنا شخصيا ما بتمنى أشارك في أي لجنة إعادة تصحيح. لكن إذا رئيس القسم وضعني في أي لجنة إعادة تصحيح أو ظروف وضعتني فيها خلاص أنا بلتزم وبعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي لوائح الجامعة. طيب نحن كطلاب ممكن نتوجه لمنو؟ يا مواهب حبيب تمشي لأمانة الشؤون العلمية في إدارة اسمها الإدارة الأكاديمية. أنا إذا كتبت لي مواهب تقري الجامعتين أنا بوريك تمشي وين بالضبط. لكن تمشي لأمانة الشؤون العلمية في إدارة اسمها الإدارة الأكاديمية أو في مكتب اسمه مكتب الامتحانات في أمانة الشؤون العلمية. هذا المكتب يحتوي على اللوائح اللي بتنظم الامتحانات وبيدوكي اللائحة تقريها كلها وتعرف اللي فيها. واتمنى انك يا مواهب ما تحتاج للوائح دي تكوني امورك طيبه ان شاء الله. في سؤال يا وافي؟ تقريبا يا دكتور انت غطيت الان كل الاسئله سواء كانت هنا في مدينة الزوم. في سؤال الشباب المعانا في زول عنده أي تعقيب أو مداخلة مجموعة الزوم. عبد الرحمن التجاني عطا عوض مرف بن عوف الفاضل عز الدين يا سلام مرف بن عوف يا مرف كيف أحوالك؟ ممكن ما إذا أبو رفض نعوف
موجود هو خير أيوة. من يتكلم. شكرا. ايوه الصوت كان مقفول من عندكم والله يا انا داير اعلق تعليم بروف. كيف احوالك يا بروف؟ يعني اول حاجه اهلا ما شاء الله عليك قدمتها يا دكتور رازي محاضرة مفيدة جدا وأتمنى أنها تكرر مرتين في السنة مش كل سنة مرتين في السنة الناس بيحتاجوا قالوا كثرة التكرار تعلم الشطار وبصراحة يعني قدمتها بطريقة مميزة جدا جدا وكنت صبور يعني على الأسئلة وإجابتها يعني بطريقة صحيحة ورصينة وكذا ده بيدل على يعني إنسان ممارس وممارسة جيدة جدا لهذه المهنة العظيمة التعليم ويتميز بأخلاق مهنية رفيعة وصبر طيب يعني أنا كان تعليمي ممكن حاجتين أعتقد الطالب عندما يقبل في أي كلية في البداية بيعمل معاينة في المعاينة بتحضر لجنة تقريبا من 3 أنفار أو 4 أنفار بيسألوه من ظروف الحياتية وبيكون ولأمر موجود وبيسألوا الأب وشغال شنو كذا هناي وبيضعوا له الرسوم بتاعته اللي حيدفع أثناء السنة للدراسة والأشياء دي في المعاينة دي أنا أعتقد الطالب يملك يعني دليل الكلية عندنا أو دليل الطالب أو دليل الطالب يملك له وبعدين يشرح لهم مش هشيل الكتاب ده للكلية مش هقراه لا يقلبوا معاهم الحاجة دي مثلا عن المنهج والمنهج ده مقسم طوال سنوات الدراسة 4 ولا 5 سنة مقسم كيف في السنة الأولانية الحاجات اللي حتدرسوها كذا 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 واللوائح اللي بتحكمكم أهو مكتوبة من صفحة كده لصفحة كده اطلع عليها والدك اطلع عليها بطريقة جيدة جدا ده يعني زي ما بقولوا مع صفارة الحكم من البداية هو لسه ما دخل أي محاضرة كده بيعرف إنه النظم ولأمر نفسه أن إحنا لاحظنا أحيانا في بعض المعاينات طالب يجيب معه طالب قريبه ويكون أصغر منه سنا يقول لك ده ولي أمر طوال من رجعه أول حاجة من وريه إنه الكلية دي محترمة جيب ولي أمر الرجل كبير إن شاء الله جيرانكم بس يكون زول كبير أو والدتك ما كثير جدا يعني بتحس إن الحكاية كده فيها استهبال أو استهوان يعني ودي ما كويس بتنعكس على شخصية الطالب فيما بعد لازم الناس ينضبطوا خاصة ده أول يوم للمقابلة طيب عندما يبتدي أول مقرر بالنسبة له في الدراسة مع أول مقرر أنا أعتقد المقرر الأول ده مهم جدا وبداية أي مقرر فيما بعد مهم جدا جدا المقرر الأول ده يفترض أنه يكون لمدة 2 أسبوع تعريفي عن الكلية كلها الكلية دي منهجها كيف طرق التدريس كيف التعامل فيها كيف المكاتب اللي هم بيحتاجوا لها إرشاد أكاديمي ما عارف إيه علاقتهم في كافتيريتهم كيف من كده اللوائح اللي بتحكمهم كيف المحلات اللي حيدرسوا فوقها إذا كان في عامل أو إذا كان فوقها زيارات ميدانية تفصيل للائحة امتحان هي زي الونسة أسئلة وشوية صعبة فيها معدلات تراكمية يقال فيها طالب جاب في المادة الفلانية كذا دي بتعادل شنو A ولا B بلس ولا B ماينس ولا C ولا كذا وطالب جاب كذا دي جاب شنو يدوم أسئلة في الحتة دي وإذا جاب في 3 أو 4 مواد كذا مجموع التراكم الأولاني ده حيكون قدر شنو دي اللي بتخلون يخشوا الفورمة بتاعت اللوائح تمام أنا أعتقد دي من الحاجات المهمة لتنبيه الطلاب لكن كلمة برضو أحب أوجهها لأبنائنا الطلاب يعني نحن دائما بنقتدي يعني بكلام ربنا سبحانه وتعالى الطالب دام الأساتذة الكلية بيدرسوه 4 سنة أو 5 سنة حسب الكلية وهو القرص بتاعه هو النتاج حقهم هو البضاعة حقتهم بيفتخروا ببضاعتهم دي بيفتخروا بالثمرة بتاعتهم والله أن إحنا يعني الفاكهة حقتنا دي ممتازة يكونوا حزينين جدا لو الكلية فيها مشاكل مع الطلاب أو إضرابات أو يكونوا حزينين جدا الأساتذة يعني وبالعكس يكونوا فرحين جدا لما الدفعة تتخرج ونسبة النجاح عالية جدا جدا لأنهم عملوا على صناعة هؤلاء الطلاب صناعة ممتازة قال لي ربنا قال لي سيدنا موسى قال له شنو قال لي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
الطالب ده 4 سنة الأستاذ بيلقي عليه محبة، بيدرسه، بيمشي بحضر محاضراته، بيجي يقول اللي بيمشي المعمل، بيجي كده بيلاقيه في الممرات بيسأل. مهما كانت مشاغل الأستاذ الحياتية صعبة برضو بيصبر على الطلاب عشان يشرح لهم كده. الأساتذة اللي بالموقف زي ده الطلاب ذاتهم بيحبوهم، بيحبونه، بيلجؤوا لهم في المشاكل، وبيروهم لو في أي صعوبات من أستاذ ثاني بيكونوا صريحين معهم، والله أستاذ فلان ده ما فهمنا، دي ما عرفنا. دي من الحاجات المهمة جدا جدا، بناء العلاقات، بناء جسور علاقات. لكن الأستاذ ما ينزل، يعني ما يبقى صاحب الطالب صديقه وينزل من مرحلة إنه هو أستاذه، لا، يكون حافظ المسافة بين الطالب والأستاذ. مرحلة الاحترام دي مهم جدا جدا، لازم يكون موجود. يعني ما أصحاب للطلبة لكن أساتذتهم بعلاقة ودودة وكويسة جدا جدا معه، ودائما يحاول يقابل أكثر من طالب في وقت واحد أو أكثر من طالبة في وقت واحد، إلا يكون الموضوع سري جدا، يكونوا هم أستاذين مع الطالب الواحد كله عشان ما يجيب القيل والقال. مع طالبة يكونوا أستاذين، لو الأمر يعني ما دايرين حاجة يعرف طالب تاني، في طالب فقير، في طالب هنا دايرين يطلعوا له عون، دايرين يطلعوا له حاجة، خلاص أستاذين يتكلموا معها أو أستاذة تتكلم معها أو كده. يعني دي من الحاجات المهمة. برضو في حاجات ننبه لها الطلبة، إحنا عندنا حاجة اسمها العصبية المهنية. أنت لو شاكلت ممرض، الممرضين الباقيين ما ضرب في القضية لكن بيقوموا عليك بيزعلوا منك. اللي هو ضربوا لهم دكتور في الحوادث، الدكاترة كلهم بيقوموا بيزعلوا ويفضوا الحوادث، تمام؟ في عصبية مهنية. الطلاب نفس الشيء، لو حصل توتر أو إشكالية مع طالب واحد الطلاب ما بيقيفوا. موقف العدل اللي قبل كان بيتكلم فيه دكتور الرازي، طوال العصبية المهنية بتاخذهم، ده شيء معروف جدا جدا. أنا أتمنى أن الناس يتجاوزوا هذه الحساسيات الشديدة. الطلبة لازم يحبوا كليتهم، يحبوا أساتذتهم، الأساتذة لازم يحبوا طلبتهم ويصنعوهم على عينهم زي ما قلت. وشكرا لك يا دكتور الرازي، كلام ممتع وجميل والله. شكرا يا أبو رفي بن عوف. دكتور الرازي عنده مشكلة في الإنترنت، بس معليش، ممكن أنا نصيحة جميلة جدا قدمتها سواء كان للأساتذة أو للطلاب، ممكن تعريف بسيط عنك في أي جهة؟ طيب، أنا الدكتور محمد أحمد محمد بن عوف، أخصائي جراحة، أستاذ في كلية الطب جامعة أم درمان الإسلامية، وكنت يعني من 2005 إلى 2009 كنت عميد كلية الطب جامعة أم درمان الإسلامية. كنت أشتغل جراح في مستشفى ابن سينا، جراح جهاز هضمي ومناظير وكده، وفخور أنه واحد من نفرين دخلوا جراحة المناظير في السودان، وتطورت والشباب هسه شغالين يعني بإمكانيات أحسن وأعلى مننا حتى كمان. وتدرجت في هذه الجامعة، وعن طريق البحث العلمي وصلت الأستاذ مشارك وأستاذ بروفيسور. والحمد لله في هذه الفترة بعمل مع أخواننا الأساتذة كرئيس لمجلس الجامعة، ولكن الإنسان ما يستنكف أصلاً. نحن مدرسين أساتذة معلمين، الكلمة الصحيحة معلمين. ونسأل الله أن نكون دائماً وسط طلابنا، هم الذخيرة حقتنا، وهم الحاجة اللي بنقدمها للمجتمع، وهم يعني صدقتنا الجارية في هذه الدنيا. يعني إحنا حنمشي تاني عندنا شنو جارية لنا غير علم ينتفع به؟ ما عندنا شيء. ولذلك دائما يطلعوا ممتازين، ونحن في كلية الطب بنطلع طلبة ممتازين، وبندرب نواب ممتازين عشان يعالجونا. يعني إحنا هرمنا، قد هرمنا والأمراض جاية، بالتالي يعالجونا معالجة صحيحة. ما نطلع لنا زول فاشل مهما كنا صعبين ولا قسين على إنسان، دايرين ويطلع فعلا زكريم وبزكريم، يطلع زول ممتاز لينا أن إحنا. وإذا ارتضينا لإنسان يعالجني أن إحنا، معناه ارتضيناه للمجتمع الكبير. شكرا لكم. شكرا جزيلا يا بروف، ودي فرصة سعيدة جدا إن شاء الله نشوفك في جلسات تانية بمداخلاتك الجميلة دي. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تقريبا بكده، إذا دكتور الرازي تقريبا واجه مشكلة بتاع الإنترنت فطلع ما قدر يعود للجلسة، لكنه تقريبا غطى على كل شيء.
إذا ما في سؤال ثاني تقريبا غطى على كل الأسئلة سواء كانت في مجموعة الفيسبوك أو معانا هنا في الزوم. نضطر نختم، إن شاء الله نتلاقى في جلسات ثانية سواء كان مع دكتور الرازي أو مع أي زول من الشباب. إذا تقريبا التفاعل في الجلسة دي كان عالي جدا خصوصا من الطلاب، فإن شاء الله نحاول ننسق في الجلسات الثانية عن اللوائح الأكاديمية وعلاقة بين الطلاب. أقول لك الحلقة دي بتكون محفظة في مجموعة الأمة. تذكير بسيط قبل ما نختم، إن شاء الله بكرة عندنا الذكرى 11 لتأسيس المجموعة، وإن شاء الله هتكون في جلسة نص يوم أو حوالي 24 ساعة في المجموعة من بكرة إن شاء الله. نشوفكم بإذن الله. السلام عليكم، في أمان الله.